وصلت اليوم إلى بورسودان أول رحلة مصر للطيران، حيث كان في استقبالها كل من القنصل المصري وأعضاء البعثة المصرية ببورسودان ووالي ولاية البحر الأحمر ومدير مطار بورسودان. وأكد القنصل المصري ببورسودان أن هذا الخط يعد من الخطوط ذات الأهمية القصوى ضمن جهود الشركة الوطنية مصر للطيران المستمرة، فهو خط استراتيجي يربط أبناء الوطن الواحد وأبناء النيل. 856 رقم أول رحلة طيران بين القاهرة وبورسودان بعد استئناف حركة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية بالسودان، على خلفية استقرار الأوضاع بها منذ توقف حركة الطيران المدني في إبريل الماضي. الرحلة التي انطلقت في 5 من فجر اليوم 5 سبتمبر وعلى متنها 121 راكباً، وسط إجراءات لوجستية ميسرة وحفاوة استقبال فور وصولها مطار بورسودان. إن شاء الله هتبقى رحلة منتظمة في كذا رحلة أسبوعية إن شاء الله، بحيث أنها تساعد على التواصل الشعبي والأسري بين أهلنا هنا وأشقائنا في السودان وبين مصر وأشقائهم في مصر، وبالتالي إحنا يعني طبعا بنعتبر ده تواصل مستمر زي ما هو دايم موجود قبل كده، وإن شاء الله يعني يستمر في الفترة القادمة دي. وأعتقد أن حركة الطيران إن شاء الله هتساعد أشقائنا في السودان إن هم يوصلوا لكل أنحاء العالم من عن طريق مصر، وفي نفس الوقت يزوروا أسرهم اللي موجودين حاليا في مصر. فأتمنى كل التوفيق طبعا لشركة مصر للطيران واللي قامت بجهود كبيرة لتنظيم هذه الرحلة. وطبعا زي ما شفنا كان في مراسم خاصة لاستقبال الشركة عند وصولها لمطار بورسودان ومشاركة جميع المسؤولين السودانيين هنا فيها، وإن شاء الله تكون بداية خير لجميع الرحلات المنتظمة بين مصر والسودان بإذن الله، باعتبارها أول شركة عالمية تحضر لبورسودان منذ أحداث 15 أبريل. بورسودان عشان نوصل لها محتاجة 3 أيام بالسفر، أما دلوقتي بنختصر المسافة في ساعتين زمن، ساعتين ونص، ودي بتسهل الترابط بين الشعبين. المسؤولون بالمطار أثنوا على تلك الخطوة الجادة من قبل السلطات المصرية بإنشاء خط جوي بين القاهرة وبورسودان بواقع رحلة يومية، بما يؤكد عمق الروابط بين البلدين ودور مصر المحوري بالمنطقة. يمكن وصول هذه الرحلة في رسالة لكل العالم بأن الوضع في السودان أصبح آمن ومستقر. أيضا في رسالة لإخوة في شركات الطيران العالمية تواصل انفتاح على السودان وأن الوضع آمن بنسبة 100%. نحن شاكرين لأخواننا في جمهورية مصر العربية حكومة الشعب لاتخاذ هذه الخطوة الشجاعة أن تواصل ويسير التواصل بين الشعبين. كما ذكر سعادة السفير أنه الرحلة بالبر حوالي 2000 كيلومتر، ودي فيها مشقة كبيرة جدا لكبار السن والمرضى والأطفال والأسر اللي كانوا بيعانوا معاناة شديدة جدا، لكن بوصول هذه الرحلة هي فاتحة خير لكل السودانيين الراغبين في الذهاب إلى مصر ولكل أنحاء العالم أنه طريقه أصبح ميسر. احنا ما نقدر شيء الا نشكر حكومة مصر وشركة مصر للطيران لاتخاذ الخطوة، ونتمنى ان تكون فاتحة خير لبداية عمل جديد ان شاء الله. في حوجة كبيرة جدا جدا ضخمة للسفر بين السودان وبين مصر. الرحلة دي هي فاتحة خير، وانا اعتقد انه ما بعدها ان شاء الله رسالة لكل شركات الطيران. وانا كمان نشيد ونشكر اخواتنا في مصر واخواننا في الخطوط الجوية المصرية مصر للطيران، مبادرة عظيمة، ونتمنى انه رحلة تكون متواصلة ان شاء الله. ومطار بورسودان به كل الإمكانيات. الإخوة الأشقاء المسافرين عبروا عن سعادتهم البالغة للعودة إلى أرض الوطن والحفاوة التي وجدوها خلال رحلة السفر. يعني أول رحلة من القاهرة لبورسودان بعد 4 شهور، والحمد لله رحلة ممتعة، تعامل راقي وضيافة ما شاء الله الكرم، يعني مصري كرم أصيل من النيل، وإن شاء الله تكون رحلات مداومة وصلاة وأمن إن شاء الله. تمام، مرتاحين والحمد لله، والرحلة كانت ممتعة وسريعة وكل الإجراءات سهلة الحمد لله. يعني حاجة ممتازة جدا، وأتمنى الاستمرارية على نفس النهج. خدمة مميزة من الميزان زي ما نقول لحد مقعد الطيارة. ونشكر الطاقم كله على حسن الضيافة.
كل الاجراءات كانت سمحه وكل الاقامه بتاعتنا كانت في مصر جميله، وربنا يديم التعاون ان شاء الله بين البلدين. والحمد لله اي حاجه يعني طلبناها كانت في متناول يدنا، يعني في طيله الفتره دي ما حسينا بغربه الحمد لله، وسي راجعين لاهلنا الحمد لله. الاجراءات كانت سهله وكانت العمليه سريعه، الناس كانوا متعاونين جدا تقريبا في الخطوط، يعني من مرحله قطع التذاكر لحد ما احنا عملنا بوردنج، فلقينا مساعده كثيره صراحه. الاجراءات كانت سهله وممتازه وصراحه سريعه. دي حاجه بتسهل على الناس كثير جدا وبتشجع باقي الخطوط انهم يحزوا حزب الخطوط المصريه ان شاء الله. كان الموضوع كله سهل جدا جدا وسريع جدا جدا، والحمد لله ما واجهتنا اي مشاكل. استئناف حركة الملاحة القوية بين مصر والسودان وبدء أول رحلة بشكل يومي بين القاهرة وبورسودان يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار بالدولة الشقيق ودورها المحوري بالقارة السمراء وبخاصة دول حوض النيل. من مطار بورسودان، محمد حلمي، التلفزيون المصري.